ليس الأرض فقط، حتى البحار مع الوقت ستكون عرضة للتجريف من أجل استخراج المعادن الثمينة. هذا كلام رئيس الهيئة الدولية لقاع البحار. فبعيداً عن الأنظار المسلطة على الحرب الروسية الأوكرانية، هناك حرب اقتصادية أكثر شراسة تدور خلف الكواليس. صراع المعادن بين أمريكا والصين يحتدم في إفريقيا. في هذا البيان قبل أيام، تبدي أمريكا خوفها من أن استخراج المعادن من رواندا وشرق الكونغو بطريقة غير قانونية سيؤجج الصراع هناك ويزيد الفوضى. لكن في حقيقة الأمر، فإن الخوف الأمريكي الأكبر يكمن في توريدها للصين. المنافس الأكبر اقتصادياً لأمريكا حالياً والشبح الذي يتمتع بمقومات اقتصادية مهولة. فالصين تمتلك وفق تقرير لوموند الصادر عام 2021 قرابة 80% من المعادن النادرة في العالم. لكن لحظة، ما هي هذه المعادن وكيف لها أن تدخل في عديد الصناعات الحيوية الحديثة؟ أفريقيا هي موطن ل30% من إجمالي المعادن النادرة في العالم. المعادن التي تدخل في صناعة الطائرات وبطاريات السيارات الكهربائية وصولاً إلى عنفات الرياح، أبرزها السكانديوم، الإيتيريوم، اللينثانيوم، السيريوم، الإيربيوم وغيرها الكثير. وضمن أمثلة بسيطة للرغبة الأمريكية الصينية في السطو على هذه المعادن أو ما يسمى بنفط القرن 21، فإن أمريكا مثلاً تضع حالياً مدينة كاتانغا في الكونغو نصب أعينها، وهي مدينة تمتلك أكبر مخزون من معدن الكوبالت في العالم بنسبة تصل إلى 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، وهو معدن يستخدم في صناعة بطاريات الهواتف الذكية والمحركات النفاثة وغيرها. بينما تضع الصين عينها منذ سنوات على زامبيا التي تمتلك 6% من احتياطيات النحاس عالمياً وبأعلى جودة ممكنة. تعتبر الصين سباقة في علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا منذ عقود، لكن أمريكا التي استيقظت مؤخراً تحديداً مذ أقرت قانون الأمن المعدني الأمريكي عام 2015، تعهد رئيسها الحالي بايدن بتخصيص 360 مليون دولار لإحياء ممر لوبيتو، وهي سكة حديد يبلغ طولها 1300 كيلومتر مربع تهدف لنقل المعادن من أنغولا إلى أمريكا عبر المحيط الأطلسي. كما أن كامالا هاريس زارت في عام 2023 ثلاث دول أفريقية على الأقل في إشارة واضحة لهدف إعادة إحياء العلاقات والشعور بخطر النمو الصيني. ولك أن تتخيل أن أمريكا لا تمتلك سوى منجم ماونتن باس لإنتاج التربة النادرة بكاليفورنيا، وإن إنشاء غيره سيستغرق قرابة 15 عاماً إضافياً، حتى ولو كان يوفر 15% من الإنتاج العالمي من العناصر الأرضية النادرة، إلا أن هذا قد لا يعادل شيئاً من السوق العالمية التي تقع تحت قبضة الصين. إن كعب الصين التي استغلت عقوداً من الزمن في سحب ما استطاعت من معادن أفريقية لبكين التي تمتلك أكبر مصانع لمعالجة المعادن النادرة في العالم وتحتكر قرابة نصف الاحتياطي العالمي للمعادن الأرضية النادرة يعتبر أعلى من أمريكا حالياً، وإن اعتراف واشنطن بأنها تعاني نقطة ضعف بعد وقف التوريد مع الصين بحكم المشاكل الأخيرة حتم على أمريكا التفكير خارج الصندوق والتوجه لمصادر أخرى مثل أستراليا. الأمر الذي جرى على إثره توقيع عقد بين وزارة الدفاع الأمريكية وشركة لناس العملاقة للتعدين في أستراليا من أجل تطوير مصنع للتربة النادرة في أمريكا بأسرع وقت ممكن.
هي حرب داخل حرب، يكتب للمنتصر فيها كنز يوظفه بصناعة ما يشاء، بدءاً بالتكنولوجيا وصولاً للسلاح وغيره، كما أنها حرب ضد التلوث البيئي الذي تفرضه عمليات التعدين والتكرير. كل هذا يجري ضمن عوالم اقتصادية موازية تختفي خلف واجهة الصراع الذي تتصدره المسيرات والطائرات وأصوات الرصاص.